بنعرف انه الموسم الرمضاني 2018 صار كتير قريب واغلب صناع الدراما رح يخلصوا من التحضيرات. كاميرا 7 ميكس واكبت عدد كبير من الاعمال السورية يلي رح نشوفها قريبا، اما اليوم فنحن متواجدين بكواليس مسلسل فرصة اخيرة، والعمل هو عبارة عن قصة روائية عالمية تم تمثيلها بنسخة هندية، والمسلسل رح يكون من اخراج فهد ميري بالاضافة لعدد من نجوم الشاشة اللبنانية. لتعرفوا تفاصيل اكتر خليكن معنا بهذا التقرير. بالفترة الأولى لا يعني صورت أنا بالأول وما كنت كتير مطلعة، بس بعدين لا شفت تفرجت كتير، شفت أصمات الحقيقية يعني اللي الممثلة الهندية اللي أخذت دور. إيه طبعا يعني بيكون في اختلاف، يعني نحن قلنا أسلوبنا طريقتنا، ومثل ما قلت لك لما تحور المسلسل للبيئة لبيئتنا ففي كتير تفاصيل بتختلف يعني بالحياة، يعني كيف بيفرحوا، كيف طريقة أعراسنا، طريقة حفلاتنا، طريقة. فلا ما حسيت أنه يعني ممكن أنك تعملي شخصية غير أنه أنت مكتوبة هي طب الأصل، فأنك تاخديها أنت كممثلة وتعمليها طب الأصل أكيد لا. كل ممثل بيضيف لمساته وبيضيف تفاصيله. حتى أنا اشتغلت كتير على الشخصية، يعني أنه في أشياء كانت ما كتير يعني ما كتير حواليها لفت نظر، فأنا حاولت أنه أعمل تفاصيل أنه للحظة بتشوف طفل فهي كيف قلبها هيك بيروح لعنده، وكيف لما تشوف طفل وهي بتكون لحالة فبتاخده وبتعبته، إذا حدا شافها فهي بتتركه ما بتغمره قدام حدا، يعني في نقط هيك ما ممكن تحس فيهم الأنثى أكتر شيء، فحاولت أني أشتغل عليها هاي التفاصيل. هي العمل هو عمل جماعي، بطولة جماعية، يعني كلاتهم متواجدين مع بعض وكل واحد له قصته وكل واحد له شيء خاص فيه. يعني يعني العمل بتوقع أنا أنه كله هيك صدى شوي جماهيري، صدى منيح عند الناس، لأنه حيكون على مستوى رفيع وإن شاء الله يحبوا يا رب. دايما الواحد لما يقضي يعني 5 أشهر من حياته يوميا مع أشخاص بتعود عليهم، يعني أنا شفت الإكيب والمسلين والمخرج وكل إكيب العمل والشركة حتى الانتاجية شفتهم أكتر من أهلي، فصار في ود أكيد وتعودت عليهم وأكيد رح أشتاق للشام يعني بعد ما أروح. بس بنبسط أنه أنجزنا شيء حلو، بنبسط أنه أنجزنا يعني مسلسل من 60 حلقة، وفقلي بالخير يعني انه يطلع حلو ان شاء الله. شخصية سماح هي الكنة الكبيرة بالبيت يلي هي بنوتة ودودة كتير، بتحب كل العيلة، ما عندها نشكر الله ولا عقدة نفسية، معطاءة بشكل كتير كبير، هي فعلا بتحسيها أخت كبيرة بالبيت، لسلايفة، لحماتة محبة جدا، منظمة مرتبة، يعني بتعطيكي صورة عن البنت السورية أيام زمان بقى، هاي الترباية القديمة، يعني كيف كنت البيت بقى. يعني اليوم ما بقى حدا عاش مع بيت أحمى، يعني بتعرفي قديش صعبة هاي بهالأيام، بس لا بيورجونا انه بهذا العمل انه لا ممكن الكنة بشوية حب بتعيش أحلى عيشة مع بيت الأحمر، شوية حب. قولا واحدا يعني شخصيات ما بتشبه الشخصيات الهندية، مشان نكون بالصورة، يعني الرواية اجت روحها للرواية موجودة عنا، وإنما هي الشخصيات أول شيء نحن ما بنشبههم لا باللباس ولا بالمظهر، يعني في عنا نحن صار نمط صورة جديد تماما، في
صورة حلوة، في ممثلين لهم نكهة خاصة تماما تختلف تماما عنهم، حتى تفاصيل الرواية هي ما أنا موجودة عنها نهائيا، موجودة الخطوط الأساسية فيها، موجودة هي نسميها الخط العام موجود، تم إجراء تعديلات كتيرة على الخطوط، يعني سواء كان على خط كل الشخصيات الموجودة عندنا موجود هي التعديلات بالرواية. سبق أني حكيت أنه هي صار بتشبهنا، بتشبه حياتنا العربية، بتشبه حياتنا السورية الحضارية طبعا، يعني هي بعيدا والمعاصرة أيضا، فما بقى فينا نقول والله في شيء شخصيات هندية العلاقة بالشخصيات السورية قولا، يعني هذا كلام يعني ما رح نشوفه نهائيا، رح نشوف شيء جديد، رح نشوف شيء مختلف تماما يعني. وذلك هم تكمن بقى التجربة، يعني خصوصيتها بتكمن خصوصية هذه التجربة، التجربة الإنتاجية هي المأخوذة عن رواية هندية. بدأتوا بتصوير الجزء الثاني أو حتاخدوا فترة بريك لينعرض الجزء الأول وحتتابعوا تصوير الجزء الثاني؟ لا، نحن عم نصور الجزئين سوا. نحن عمليا هلأ خلال 3-4 أيام ونكون ختمنا جزئين من العمل، و يعني هاي الطريقة إنتاجيا هي أفضل، لما بيكون عندك جزئين عمل فعمليا انت من الصعب انك تجزئي كل جزء لحاله، يعني في عندك الممثل، في عندك اللوكيشن، في عندك الراكور، في هالقصص هاي. فلا، هو اللي يفضل لما بيكون جزئين لا يصوروا بدفعة واحدة.